السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المباراة الجزائر وتونس، ستكون ديربي مغربي مثير في كأس العرب الأقل من 17 سنة. إن شاء الله الفوز يكون حليفنا كجزائريين مع ضد التوانسة، يعني إن شاء الله حنا اللي نفوزوا، حنا اللي نفوزوا عليهم إن شاء الله. ربي عندنا منتخب، يعني منتخب، وإن شاء الله بربي هادو ما يكونوش تاع دورة برك، ما يكونوش تاع دورة. لازم تكون عندنا فكر تاع، لازم تكون عندنا فكرة تاع الاستمرارية. المدرب لازم المدربين يكونوا أحسن، يخدموا بالضمير تاعهم، يخدموا يكون عندهم ضمير. ما نجيبش ود فلان وبنت فلانة ود فلانة، لازم يكون عندهم ضمير. هذه اللي نقولوها، ماشي كيما واحد 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 راه في اسبانيا، جزائري في اسبانيا لعاب، وين قال له مين هدرت مع لونترينير هذا تاع الايديسات، قال له ود عمي، قال له الله غالب، قال له قضية تاع عرف، تاع معارف. لازم يكونوا عندنا مدربين الصرامة. ما تخافوش، الشعب راه معاكم ود عمي، ما كاش اللي غادي يغبنك، الشعب راه معاك، الشعب معاك، ما كاش اللي غادي يغبنك. كاش حاجة هدر قول يا ودي راه مغابنيني، أنا حط الاستقالة تاعي مغابنيني، غبنوني، ما عطوكش. الشعب يجي معاك يرفدك، الشعب يرفدك. بالنتائج لازم مدرب تكون عنده، يكون عنده ضمير، لازم يخاف. ضمير، مي يكون عندك ضمير تخاف. لا بغات عندك شجاعة وعندك كلش ورابط كلش على ظهرك، بصح كي يكون عندك ضمير صحيح تخاف العمل تاعك، تخاف على الشخصية تاعك، تخاف على الاسم تاعك يتوسخ. هذه هي، حنا ماذا بينا إن شاء الله بربي ما تكونش كل خطرة، لازم تكون استمرارية، لازم تكون خاطش هذه الاستمرارية اللي رانا نهضرو عليها، هذه صرات في جيل الذهبي تاع بلومي وتاع عصاد وتاع ماجر وتاع جيل ذهبي. استمرارية، لعبوا لعبوا في رحبة، طلعوا في رحبة، طلعوا في رحبة، من بعد هم وبقى منهم، يبقى لك منهم سبعة تاع الجوارة، سبعة ما تاع الجوارة، ما تاع الإيديسات، ما تاع الإيفا، راك مصور 30 جوار، 30 جوار تقعد تدور فيها. هذه هي، هذه هي الخدمة، هذا هو العمل، هذا هو العمل. ويكونوا عندك افضل مواع، فما كي نقولوا نجيبوا الافضل من اوروبا، نجيبوا الافضل كما كان بكري، عندنا الدحلب، عندنا منصوري، عندنا قريشي، عندنا، نجيبوا الافضل. العصافير نادره ما تتعبش، عندك حبه تبان تجيب حبه في العامين، تجيب حبه واحده، بصح لهنا يكون عندك، يكون عندك مصنع، يكون عندك مصنع خويا، هنا يكون عندك مصنع. ماشي نتايا ما عندكش مصنع وتشرك فمك وديرهم كيما هكا، أو راهم غير غير ولاد الكوين راهم يلعبوا، هاو مادريا، هاو أندي ديلور، هاو ماكسيم سيبان ولا ماكسيمو، هاو فيكتور لك حلو، هاو أنت ما عندكش، ها أنت ما عندكش، ها أنت ما خدمتش، أخدم، أخدم وسهلة، هاو أنت ما تخدمش وتجي تقول لي بلي مع بلي بلي يا ودي ما راهم يجيبوا برا يجيبوا الكوين، ها أخدم، أخدم، أخدم وسهلة. لازم هذه اللعابه هذو يكونوا مكونين احسن، تكونين طالعين في رحبه، غادي تستفاد منهم اللي قدام، تستفاد منهم، تدي غير سبعه. شوف الناس كي تخدم تدي سبعه، سبعه من الايديسات، سبعه من الايفان، سبعه من الايفان تروا، وجيل يدمرجي، الجيل يدمرجي، هذا هي الاستمراريه. ماشي دروك تجيب لي لعابه كيما كان ساتشي مقبل، يدير لك 10 تاع بارادو ويروح يجيب لك منه ويقول لك روح جبنا 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 جبنا، دب يفوت بهم دوره، ذوك اللعابه ما كاش، يفوت بهم دوره. كنت حوس على اللعابه اللي كانوا يهضروا عليهم، يعني ما كان لا في الايديسات لا في الايفان لا في الايفاترو، ما كاش كاع، كاين والله ما كان. هذه هي التحطيم، هذا هو التحطيم، خاطش الناس تخدم مصلحة تاعهم برك. هذه هي. ونعاودوا نولوا نتكلموا على مباراة الجزائر تونس، ستكون ديربي مغربي مثير في كأس العرب الأقل من 17 سنة. واعتبر المدرب المنتخب الوطني للناشئين أقل من 17 سنة لكرة القدم رزقي رومان اليوم الأربعاء بوهران أن المباراة الجزائر أمام تونس مقررة اليوم بمستغالم لحساب الدور الربع النهائي لكأس العرب لذات الفئة، ستكون ديربي مغربي مثير.
وقال رومان خلال الندوة الصحفية أن المنتخب الجزائري سيواجه منتخب تونسي قوي والذي يمتلك خبرة كبيرة، مشير إلى أن هذه المباراة ستكون ديربي مغربي حقيقي. وأضاف المدرب الفريق الوطني الأقل من 17 سنة، أعتقد أن النسبة المتساوية لكل منتخب في تحقيق الفوز، المنتخبان يمتلكان نقاط قوة وضعف بطبيعة الحال. وين من جانبه أبرز المدرب المنتخب التونسي كمال سعد أن المنتخب الجزائري قوي للغاية وقدم مستويات متميزة على مدار البطولة، متمني توفيق للطرف الأفضل في المباراة، وهي في النهاية مباراة أشقاء، أتمنى أن يكون التأهل من نصيبنا طبعا. لا إن شاء الله بربي احنا نتأهلوا، انتوما كاين بعض الناس انتوما فيكم اللي راهم يعايرونا نهار اللي راحوا لعبوا تاع السي ار بي، كانتو تعايروا فينا هذوك تاع النادي قاعدوا يعايروا فينا وعايرونا سياسيا، عايرونا سياسيا ما بغيناش نزيدوا فيها، راهم يعايرونا منا بزاف صوالح. وتقام المباراة الربع النهائي بين المنتخبين الجزائري والتونسي اليوم على الساعة 4:30 بمستغالي، وتليها مباراة المنتخب اليمني والسودان لذات الدورة على الساعة 8:00. وكان المنتخب الجزائري المغرب وكان المنتخب الجزائري للناشئين أقل من 17 سنة قد تأهل بعد تصدره المجموعة الأولى بعد تحقيقه لثلاث انتصارات ضد فلسطين والسودان والإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل المنتخب التونسي في عن المجموعة الثانية بعد احتلال المركز الثاني متقدم عن المنتخب الليبي بمقعده للعب النظيف. المهم ضروك البارتية هذه يعني صح نتمناو صح الإثارة واللعب تاع القلب واللعب منا وحب الفوز هذه مليحة، ما نقول لهمش لا راكم صغار معليش، لا هذه حب الفوز والإثارة هذه تطلع معاك. ابن باديس رحمه الله مي كان في قسنطينة شخرج على التصيب تاع البيسكليتات، سباق البيسكليتات لا بوكس ولا كلش، تصيبهم خارجي كيما على هو اللي دارها. هذا الصوالح يخرجوا الإثارة، يخرجوا اللعب، يخرج يعني بزاف صوالح في وقت الاستعمار. الناس من 1901 ولا 1900 يعني هما يوجدوا ناس كيفاش توجد لك، حنا لازم نوجدوا هذه الشبيبه بقى. نوجدوها للمنتخب الوطني القدام، ماشي تاع براده، لازم مكاش براده، مكاش تبراد، لازم توجد قدام برك. هذه هي هذه اللي حاجه مليحه، لازم الامام. كي تشوف كيما هكا لعابه واجدين حارين يلمو حارين يلمو تفرح. انا واحد الناس نفرح، أنا واحد الناس نفرح، ماذا بيا ماذا بيا ما نطيقوش الألقاب صوالح، ماشي نولو كلامك واحد اليامات ولينا صرتو من 2017 ونروح حتى ل 2020 ولينا نشوفو ناس تبرد وين ولات شوية تولي من كأس العرب مي وصلنا فينال ولات الناس شوية ولات الناس ولات تبرد. يا سي محمد كان المنتخب الوطني كنا الربع من بعد انقلبت ولات عند شبيبه يوصلوا منتخب الوطني ولاو براده ولات اليميناسي من عند الاخبار انقلبت. وهذه حقيقه رانا نقولوا فيها، صاحبي هذه هي حنا. المهم المنتخب الوطني وين نتمنوا ان شاء الله بربي، المنتخب يكون يعني عند حسن اليوم ان شاء الله يكونوا عند حسن نيه، وين الجماهير يعني المستغالين تاع مستغالين ولايه مستغالين، وهذا شرف لنا يعني احتضان مباراه منتخب وطني لا بغات 17 سنه بصراحه شرف لنا، وين نكونوا واجدين ونشجعوا الذراري تاعنا ان شاء الله بربي، ويكونوا عند حسن النيه تاعنا ان شاء الله. هذه هي المهم كل شيء يكون فيه. ما تنساوش عطونا كومنتير
بارطاجوا الفيديو اللي جاب باش ان شاء الله بربي كل يوم يوصلكم جديد، وربي يحفظكم. سعيدكم.